عليكم ورحمة الله، مساكم الله بالخير والعافية والبركة. اليوم إن شاء الله راح نعلن على المسابقة اللي تخص 5 فائزين، كل واحد راح يحصل على شليف أحذية. المسابقة أعلناها قبل 5 أيام على توقيت الصين. اليوم إحنا عندنا 30 بالشهر، عندكم 29 بالشهر، لأن إحنا بدأ عندنا فوق حالياً 3:30 صباحاً. تعالوا ما نطول، هاي هي المسابقة. تمام، راح نأخذ الرابط. هذه هي، يلا هل راح نجي ناخذ الرابط هذا. سوينا نسخ للرابط، اخذنا الرابط وراح نخليه بهذا البرنامج وعلى البث المباشر مثل ما تشوفون كوبي. وجينا على البرنامج مال المسابقات، وهذا البرنامج مال المسابقات. هسه ايش راح نسوي؟ الرابط اللي نسخناه راح نخليه هنا، خلي الرابط هنا وهذا لصق بيست. وهسه نقول له اوكي جيت كومنت. وهسه هو دا يعد بالتعليقات. نقرب الكاميرا، حاليا وصلت 3500. دا يعد بالتعليقات، من يخلص التعليقات نختار 5 فائزين. راح نختار 5 فائزين، كل فائز راح يحصل على شريف أحذية. هذا فيسبوك مو هذا، هذا اختلف. حالياً ليعد بالتعليقات، وصل 8000 تعليق. احنا عندنا كم تعليق بالله؟ عندنا 18000 تعليق ومشاركة، فننتظر شوية. اوكي خلص، خلص التعليقات. هسه نجي نقول له طلع لنا الفائز اللي هي من نانا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول ما نضغط هنا راح يبدي يعد الاسماء. يا الله يا الله يا الله، اول اسم راح يطلع منه، اول فائز اللي راح يحصل على شريف. هذا اول واحد، دزينا صورة المسابقة مالته. يلا نجي هسه انذر. بسم الله الثاني، الفائز الثاني. يا الله يا الله، خلينا نشوف من بالله الفائز الثاني. الفائز الثاني محمد الشمري، ألف مبروك حبيبي محمد الشمري، ننتظر اسمك ورقمك. هذا الفائز الثاني، كل واحد من دولة حصل على شريف. بسم الله الفائز الثالث، وابدأ. هذا الفائز الثالث، الفائز الثالث علي العراقي. علي العراقي تحية للعراق. هذا الفائز الثالث اللي حصل على شليف أحذية كامل يحتوي على 60 زوج. هذا الفائز الثالث. نجي الفائز الرابع ونضغط نقول له ابحث ويبحث. يا الله، عماد عبد السلام، وألف مبروك يا عماد عبد السلام، وننتظر اسمك ورقمك. اللي بعده عماد عبد السلام. هذا الفائز الأخير، الفائز الأخير هو أحمد سوزدار، ما أعرف من أي دولة. ألف مبروك أحمد حبيبي، ننتظر اسمك ورقمك. نعيد لكم الفائزين من جديد. الأول هو أدركنا يا مهدي، الثاني هو محمد الشمري، الثالث علي العراقي. علي العراقي. الرابع عماد عبد السلام، وآخر واحد وأخيرا أحمد سوزدار. ألف مبروك وشايفين ألف خير. وهذه هي المسابقة اللي كانت. طبعا احنا عندنا بعد مسابقة ثانية اللي هي على القناة الحمراء على اليوتيوب، تدخل على قسم المسابقات. اللي يريد هاي الأحذية، هي شروة أحذية، الزوج سعره $2.59. الشريف يحتوي على 60 زوج تقريبا، باقي عندنا نصف حاوية تقريبا وليس متأكد.